مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع على اليمنيين لم تبدأ قبل عام ونصف. الحقيقة الساطعة أن المخلوع لم يتوقف عن حربه لليمنيين طيلة حياته مذ كان جنديا في صف أعداء الوطن، مرورا برئاسته التي اجتهد خلالها في بناء جيل جاهل ومجتمع ينخره الفساد ودولة بمؤسسات شكلية، وانتهاءا بعودته جنديا في صف أعداء الوطن كما بدأ. أما ميليشيا الحوثي فليست سوى واحدة من بقايا جراثيم نظام الإمامة البائدة، وهي أيضا لم تتوقف عن إيذاء اليمنيين منذ وجدت، ولن تتوقف عن مهمتها هذه حتى يتعافى من أمراضها الفكرية كل ضحاياها. الحقيقة أن كل اليمنيين ضحاياها، من يطلق النار ومن ينزف الدم، من يغلق الباب ومن يتأوه في الزنزانة. قضيتنا اليوم هي قضية الطفل يحيى الموزعي، واحد من آلاف الأطفال الذين لا ترونهم يتألمون بعيدا في بيوت صغيرة مع أسرهم داهمتها الحرب دون ذنب، وتجد نفسها عاجزة في مواجهة كوابيس ثقيلة لا فكاك منها. نتابع ثم نعود. يتصدر الأطفال قائمة ضحايا الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع على اليمنيين، وللأسف سيحملون معهم آثارها لبقية أعمارهم. سيبقى الألم جراحا غائرة وإعاقات أليمة تنغص عليهم حياتهم. نالت تعز من ويلات الانقلاب والحرب ما لم تنله محافظة أخرى، وبالتالي كان لأطفالها النصيب الأوفر من المعاناة نتيجة الاستهداف المجنون والعشوائي للأحياء السكنية. الطفل يحيى الموزعي واحد من آلاف الأطفال الذين حصدت الحرب طفولتهم، أصيب بشظايا قذيفة حرمته عافيته واستقراره النفسي. كان يحيى يلعب بجوار منزل أهله حين هوت القذيفة الأولى قريبا منهم، ساقه فضوله الطفولي لرؤية آثار الانفجار فأصيب بالقذيفة الثانية، وهو الخطأ الذي يقع فيه الكثير من المواطنين كبارا وصغارا لأسباب كثيرة، منها ضعف التوعية بعمليات السلامة الواجب على المدنيين اتباعها في ظروف الحرب. كنت ألعب، أنا كنت بالشارع بعد قاعدة الأولى، وأنا طلعت وشوف فوق عند النادي الصحي وقاعة ثانية لا فوقنا، كنا من احنا مجموعة كثير تعبرتنا بصاحبي. كان في معانا هنا جالس نلعب بالحارة القهان، جاءت القذيفة الأولى ونزل لنا الشظايا فوقنا، يعني من شوق الأطفال بيروحوا يشوفوا كيف وقعت البيت اللي تعوروا، بيشوف منو تعور. هو وصل هو أصحابه، طبعا كان الشارع مليان أطفال يلعبوا قريب النادي الصحة. بعدين جاءت الثاني أدت إلى كسر أيده، تهششت العظمة حق أيده تماما، كانوا بيبتروها بتر لكن الله لطف عليه وردوها يعني، وتكسرت العظمة حق الفخذ وتمزقت هناك العصب، والآن الحمد لله على كل حال. حاولت أم يحيى منعه من الذهاب إلا أنه اندفع مهرولا رغم نداءات والدته. قل له يحيى ارجع، الشظايا عند رجلك، الشظايا أذنها وفحط قري قوري قري ولا رضي يرجع. وهذا الصغير كان لحق بعده وقال هشام رجع يا هشام، هشام رجع وهذا ما رجعش قري قوري، وهذا ذي رجع وهذا ما رجعش قري قوري. أنا الحمد لله قدر الله ربي ولطف. تمر لحظات الألم ثقيلة على يحيى، وبمشاعر الندم والبراءة يتمنى لو سمع كلام والدته ولم يتهور بالاندفاع نحو الخطر. أتمنى أن أنا ما كنتش خرجت عشان ما أتهورش على أخي. إيش حصل؟ تهور بقذيفة تعاون. بإيش؟
شو ضايق؟ ليش تقيس قنبوبي؟ ها؟ تمر اليوم كامل، ايش تقيس تعمل معه؟ انفعه وادلي كله وادفعه يعني. تحبه؟ كم تحبه؟ كثير. هذه عصاب مبسقة وهذا العظم مكتسر. انا كنت بشارع قال اوله وانا دخلت البيت قلت يخرج معه قال لي روح وطلع هو وقال قال لي خلي ندور. حرمت الاصابه يحيى من حقه في الاستقرار النفسي والصحي ومنعته اعاقته من العوده للمدرسه خصوصا مع حاجته المستمره للعلاج. دموعه تنحدر تلقائيا على وجنتيه بينما تتحدث والدته عن ظروف معاناته وحالته النفسية جراء الإعاقة. جلس حوالي شهر كامل بالمستشفى وخرج يعني بالعافية، كان الدكاترة مش راضين يخرجونا إن حالته كانت متعبة وعلى عملية، حتى لما كان يشي جارح له الدكتور ضروري يدخله يخدره تماما من شد يعني الجروح المتفطرة، الجروح حقه متعبة مرة والله. أيام تمام وأيام يزعل وأيام يفكر بالعيد وكسوة العيد، وأنا قنا ضابح من أذن البناطل أبو تقاطيق وأنا شي بس البنطلون، وأنا يعني لما رجع اخر مره لعند الدكتور علشان عمليه العصب هذا زعل كثير، وروح ما عرض شيء يأكل ولا يلعب ولا شيء يخرج بسبب انه يعني يفكر بالبنطلون اللي ما بيدخلش، وكسينه وشرينا له الصندال. ولما شرينا طبعا الصندال يشتري صندال ويشتري لباس ويشتري يقوم، والان يحاول قدر الامكان يوقف بالعكاز، واحنا والله الحمد لله رب العالمين نشعر بتحسن والله اعلم يعني. لحد الآن يقول الدكاترة إحنا رايحين واجين لعندهم على عدة عمليات عملوا له، الآن لا ندري يعني إيش نهايته يعني، لا ما مشي شيء مشي طبيعي عشان واحد يتأكد إنه قدو تمام. أثرت إصابة يحيى على أسرته معنويا فضلا عما كان يمثله من أهمية للخدمة اليومية لوالده ووالدته وجدته. أي حاجة لا يدي لي الدب الماء ولا ينفعني للسوق ولا لا يبقى الآن الحمد لله كتب الله نحمده ونشكره. يعني لما تشوفي ابنك كذا عاجز انه يدخل الحمام، عاجز انه يروح يدرس، حرم الدراسه السنه دي، الاطفال درسوا وهو ما درس بسبب اعاقته، يضيق داخل البيت يشتي يخرج واصل، يعني يتحملوا انه العيال والجيران والاصحاب كلهم يخرجونه ويدخلونه علشان يلعب علشان ينفوه، نشتري له اللي يشتي علشان تهدى نفسيته وما يقص الضايق. فالحمد لله على كل حال. عجز الأسرة يزيد من وجع المعاناة، الأب فقير ولا حيلة لديه لينقذ طفله الجريح من مصير الإعاقة الدائمة. نشكر الله على ما قدر علينا ولطف، ثم نشكر قناة بلقيس الذي تقوم بنقل الحقيقة للناس والمشاهد، وهذا أمامكم الطفل كما الذي حصل له، يعني كان في البيت خارج للشارع ولا به يتفاجأ بقذيفة دقت في جدار ما انفجرتش، راحوا يشوفوا إذا كان في ضحايا في أطفال معورين في شيء، ولا بهم إلا بالثانية وهي تضرب، قدر الله ما حصل له. ومع ذلك لا يستطيع أن يخفي غصته بمعاناة طفله وبعجزه عن توفير كلفة علاجه. من الذي يعني راضي بابنه إنه يكون هذا بالشكل هذا؟ أنا قسماً بالله إنه يتبسط قلبي لما أشوفه كذا، لكن إيش الذي يعمل؟ أمر الله. ولا أنا أرضي يعني بهذه الحالة. ما حد يرضي أي أنا سواء أنا أو غيري. ما يرضيش إنه ابنه يكون بالشكل هذا. في يوم من الأيام كان يجري ويلعب وهذا ويتفاجأ وينفع نحن يدينا الماء يدينا، فقال يعني الحمد لله على كل حال. ظروف الحرب والحصار المفروض على تعز زادت من حجم معاناة الأسرة خصوصا مع فقدان الأب لمصدر دخله. والله أعول أسرتي يعني أشتغل في السباكة، كنت هذه حق المياه في الكهرباء، هذا هو الذي كنت أشتغل فيه وعزتي، لكن الآن ما أدفش، كل الأعمال واقفة يعني لا كهرباء لا سباكة لا شيء، الحمد لله على كل حال. شفاء يحيى أصبح هو غاية الأسرة وباتت العافية حلمهم الدائم ليستأنف حياته الطبيعية وينجو من كابوس الإعاقة. هم يقولون إنه في تحسن، احنا ما نشوفش التحسن انه ما مشيش يا اخي، لو كان مشي باشوف انه في تحسن فيه،
لكن طالما اني ما اشوفه شعره يمشي، قلت اذا مشي ذا اشعر انه في تحسن. يقول الدكتور اللي يعني تبع العظام عبد الفرحان، يقول لنا يعني يمشي حبه حبه عليه وانتبه فلوت وما يدعس قوي عليه، هذه العظمه اللي حق الفخذ. وهذيك تحتاج عمه عده تمارين، عن انه العصب اللي بتساق طلعوا اثنين من العصب اللي بتساقوا. ازاء حاله يحيى وغيره المئات من اطفال تعز ضحايا الحرب الظالمه، يتعين على الجهات المعنية الاطلاع بواجبها الأخلاقي للحد من الآثار الصحية والنفسية التي تهدد جيلا بأكمله، ويبقى على الحكومة والرئاسة واجب الدعم والرعاية، وهو واجب لا يسقط بأي حال ولا تنفع معه الأعذار المعتادة. وصار لزاما أن يستمع المسؤولون لمناشدات المواطنين وأن يستجيبوا لرسائلهم. والله رسالة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فينا، ويراقب الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا فينا وبأطفالنا وحالنا، ويكفينا ما يحدث لنا، ويتق الله سبحانه وتعالى عبد الملك الحوتي والحوتيين وما يعملونه بأبناء تعز. يعني إحنا متعبين ويعلم بحالنا الله سبحانه وتعالى، ويتقوا الله سبحانه وتعالى فينا ويكفينا صراع. وعبد رب أن ينظر إلى الجرحى بعين الرحمة، وأن يعني سبحان الله العظيم يعني يعمل له حسنة في حياته ابني وكثير من الجرحى بهذه الحالة، يعني حالة مأساوية للغاية. وحتى يستيقظ ضمير المسؤولين، ستبقى ليحيى وأمثاله من جرح الحرب أمنية واحدة. أتمنى أنها تبخر ورجع سعى ما كنتو. أطفال ورجال ونساء كثر أصيبوا جراء استهداف ميليشيا الحوثي والمخلوع للمدنيين، بعضهم أصيب بالشظايا وآخرون برصاص القناصين وغيرهم بالألغام والمتفجرات التي تزرعها الميليشيا في مناطق سكن المدنيين، بيوتهم مزارعهم وطرقهم. وكثير من الإصابات يشارك في حدوثها إهمال أو جهل الضحايا بتعليمات السلامة في ظروف الحرب، خاصة مع تعمد الميليشيا استهداف المدنيين. فإذا كان على المدني أن يحتاط لنفسه ويتبع قواعد وتعليمات السلامة وهو غير مستهدف، فكيف سيكون الحال إذا كان مستهدفا أصلا؟ صحيح أن المدن والأرياف لا تتوفر فيها ملاجئ، فالنظام الفاسد كان يكدس الأسلحة ليحارب بها الشعب، ولم يكن أبدا ليهتم بتوفير ملاجئ للمدنيين، فقد كان يراهم أعداءه المستقبليين ويعد العدة لحربهم. ولكن هناك تعليمات ونصائح تعرض في القنوات، ومنها قناة بلقيس، بعضها بشكل يومي توضح طرق التعامل مع الألغام وتنصح بالابتعاد عن مناطق القصف وعدم التجمهر في مناطق القصف أيضا، وغيرها من النصائح التي يفترض أن يتعامل بها الجميع بشكل تلقائي. مشاهدينا، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، كونوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الناشط الحقوقي والمحامي توفيق الحميدي. مرحبا بك أستاذ توفيق. مرحبا بك أخ عبد الله وبجميع مشاهدي برنامج لست وحدك بشكل خاص وقناة بلقيس بشكل عام. عفاكم الله. شاهدنا قبل قليل فيلما قص جانبا من مأساة أسرة يعاني أحد أطفالها إعاقة أصيب بها في قصف استهدف الحي الذي تسكنه هذه الأسرة في مدينة تعز. نود أن نسألك أولا، ما دقة توصيف هذه الهجمات بأنها عشوائية؟ هل هو وصف دقيق أم أن هناك وصفا أدق يجب أن يطلق على هذه العمليات؟ في البداية نود أن نؤكد أن المجتمع الدولي بشكل عام عندما وضع أو اجتمع لكي يضع حد للمآسي التي يعاني منها العالم، هو ينطلق من فلسفة معينة قائمة على أن الحرب هي الأصل والسلام هو الاستثناء، وفقا لنظرية واقعية تقوم على أطماع الدول للتوسع لتوفير الأمن لها إلى غير ذلك. وبالتالي جاءت اتفاقية جنيف الأربع من 49، كان الهدف من هذه الاتفاقيات وضع حد للمآسي التي يعاني منها السكان المدنيين والطرف الأضعف من النساء والشيوخ والأطفال بسبب الحرب. وطبعا الاتفاقية جاءت متعلقة بنزاعات دولية،
وبالتالي العالم حاول أنه يستدرك هذا الأمر عندما تطورت النزاعات وبدأت تظهر بدرجة أساسية حركة التحررات الوطنية، فبالتالي ألحقت بما يسمى المادة الثالثة مشتركة في اتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي في عام 79. هذه الحرب أو هذه البروتوكولات بالذات والاتفاقية جنيف الرابعة بالذات جاءت لحماية المدنيين. طبعا حماية المدنيين هي في حقيقة الأمر جاءت لتضع حد أو توصيف دقيق لمن هو المدني، وبالتالي وصفت المدني هو الذي لا ينتمي إلى أحد أطراف جيوش أطراف النزاع وبعض ظهور الحركات الوطنية، أو لا ينتمي إلى هبة شعبية. الهبة الشعبية بمعنى أنه عندما تجتاح دولة من الدول جيش من الجيوش، كل شخص يأخذ سلاحه بدون ترتيب مسبق ثم ينطلق إلى الجبهة، هذا يحصل على نفس الحماية التي تتوفر لهؤلاء الناس. غير ذلك الذي ينتمي لميليشيا أو غير ذلك له أحكام خاصة. من ضمن هذه الأمور التي وضعتها الاتفاقية حماية المدنيين كأشخاص وحماية المنشآت المدنية، وبالتالي هذه الاتفاقية قامت أستاذ الكريم على مبدأين أساسيين. المبدأ الأول متعلق بحق الضرورة العسكرية، والحق والمبدأ الثاني متعلق بحق الإنسانية أو المبدأ الإنساني. وبالتالي لا يجوز استخدام السلاح إلى في المنازعات ضد أشخاص يشتبه أنهم مدنيون إلا في حالة الضرورة العسكرية القصوى، وحالة الضرورة العسكرية القصوى هذه محددة بأن إحداث عندما يكون هذا الشخص يشكل حالة ضرر على هؤلاء على الطرف الآخر ومحاولة إسكاته. وبالتالي على القيادة العسكرية وضعت الاتفاقية مجموعة من التقييدات أنه سيكون أنه التأكد من وجود خطر عسكري في هذه المنطقة، عدم استهداف المدنيين، أن يكون لدى العسكري القائد العسكري استعداد مباشر لوقف العملية العسكرية عندما يصل إليه قليل من الشك على أن الأشخاص المدنيين هم الذين سيتضررون من هذه العملية. وبالتالي نحن ما نشاهده في اليمن أستاذ الكريم هو خارج عن الضرورة العسكرية أولا، وخارج عن الضرورة عن المبدأ الإنساني ثانيا، لأن المناطق التي تستهدف بمدافع الهوزر أو بصواريخ الكاتيوشا أو غير ذلك هي مناطق مدنية، أولا ليس فيها أي منشأة عسكرية وهذا الشرط غير موجود، الأمر الثاني أنه لا ينطلق منها مصادر للنيران لتشكل خطر على هذا الأمر. وبالتالي نستطيع أن نقول أن ما يحدث في داخل اليمن هو ضرب أو قصف عشوائي خارج عن المبدأ عن اتفاقية جنيف المحددة في هذا الأمر. وبالتالي هو قصف، عندما نتحدث عن قصف عشوائي بما أنه يعني أنه مخالف للشروط والمعايير الدولية التي يجب أن يعني التي تستوجب على القيادة العسكرية التي تتخذ القرار أن يكون لديها يقين من وجود خطر عسكري، أن يكون لها هدف محدد بدرجة أساسية إلى أين ستضربه، أن يكون لديه يقين كامل أن الأشخاص الأضرار المدنية ستكون بنسبة قليلة وقليلة جدا. لكن الذي نلاحظه تكرار القصف العشوائي على المدن المكتظة بالسكان، هذا يعتبر جريمة جنائية تستوجب المحاكمة العسكرية بموجب اتفاقية جنيف، وتكرارها يبين أن هنالك إرادة عمدية وممنهجة من أجل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بالدرجة الأساسية. هذا ما كنت أسأل عنه تحديدا، هي صفة العمدية، قد يكون القصف عشوائي لا يتوخى إصابة أحد بدقة، لكنه يتعمد أن كل مقذوف سيصيب بلا شك مجموعة من المدنيين ويلحق بهم الأذى. الاتفاقية كانت واضحة أن يكون هنالك هدف عسكري محدد، أن تكون هذه العملية تستهدف إلى أشبه ما تكون بعملية جراحية قصرية لإسكات مصدر النيران، أن يكون لها أن تكون عملية مؤثرة في العملية العسكرية. وبالتالي هذه الشروط إذا انتفت فأنت تمارس عملية عمدية من أجل القتل فقط، ليس لها أي بعد عسكري. مدينة مثل تعز تعرضت أو استقبلت أو تلقت بالأصح أكثر من 50,000 مقذوف متنوع ما بين صواريخ كاتيوشا و يعني طلقات دبابات ومدافع وهوزرات وهاونات. هل لديكم أي إحصائية حول ما تلقت هذه المدينة على وجه الدقة؟ هذا الرقم تحدثت به مصادر صحفية وتقديرية. ربما تصل بهذا الشكل، العدد لا تستطيع أن تحدده بدقة لأنه متزايد. اليوم في صباح هذا اليوم سقط
قذيفتين مدفع هوزر، أحدهما في حارة المسبح والثاني في وادي المدام، وأدى إلى إصابة أحدى الفتيات. بمعنى أنه ربما في كل دقيقة في كل لحظة هنالك قذائف تسقط على هذه المدينة، سواء من الدبابات المتمركزة في أطراف المدينة أو من مدافع الهوزر أو بقذائف الهاو من بعيد، وبالتالي العدد قد يصل إلى 50,000، ربما يزيد ربما يقل، لأن القانون الدولي هو يوصف جريمة، سواء قتلت شخص واحد أو قتلت 50، سواء استهدف مدنيين، لكن صفة التكرار هذه تبين وجود منهجية لدى القيادة التي تتخذ القرار، ووجود عمدية لاستهداف أو معاقبة المدنيين الذين يحتضنون المقاومة الشعبية. لو عدنا إلى قصتنا لهذه الحلقة، هذا الطفل وأمثاله كثيرون من ضحايا الحرب، رجالا ونساء وأطفالا، ويصابون في حرب لم يختاروها، لم يكونوا طرفا فيها أو أسبابا أدت إليها، ثم يجبرون على دفع قيمة علاجهم. برأيك من يتحمل مسؤولية علاج جرح الحرب؟ عما يعني هذه المسؤولية ومسؤولية التعويض أيضا للمتضررين على عاتق من تقع؟ بالنسبة لقضية المدنيين أستاذ الكريم، هنالك أولا كما أعتقد أشرتم إليه في التقرير، يجب أن تكون هنالك حملة مكثفة من قبل الإعلام، من قبل الحكومة الشرعية في المناطق التي تسيطر عليها، من قبل الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، من قبل المنظمات الدولية المسؤولة عن إنفاذ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. هذه الحملة سواء تكون بالاتصال المباشر مع المواطنين من خلال الناشطين أو من خلال القنوات الإعلامية لبيان أضرار الحرب وإجراءات السلامة، سواء إجراءات السلامة في البيت، إجراءات السلامة في الشوارع، إجراءات السلامة إلى غير ذلك. الأطفال المدنيين يجب أن تتحمل مسؤوليتهم، أو الجرحى بدرجة أساسية يجب أن يتحمل مسؤوليتهم في الدرجة الأساسية، اليوم الحكومة بالدرجة الأولى، لكن أيضا الميليشيات مسؤولة مسؤولية قانونية جنائية ومدنية عن تعويض هؤلاء الضحايا في المستقبل بموجب القانون الداخلي اليمني وبموجب القانون الدولي الإنساني. لا يمكن أن الشخص يرتكب جريمة ثم يفلت من العقاب، لكن اليوم هؤلاء الأطفال هو مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله، الذي يجب أن عبر منظماته المختصة سواء الصحة العالمية أو اليونيسف أو غير ذلك، ثم عن طريق دوره بالضغط على هذه الميليشيات لوقف استهداف المدنيين، وتأتي بعد ذلك إجراءات معينة سواء كانت المحاكمة أو كانت الإجراءات الانتقالية أو قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يعوض هؤلاء الضحايا. في الفترة الحالية الجهة التي تسيطر على الأرض هي المسؤولة بالدرجة الأساسية عن هؤلاء الجرحى. إذا ما قدموهم أو حاولوا الاستدانة أو دبروا أنفسهم كما يقال، هل هناك إمكانية بالتعويض؟ وكيف ستتم هذه المسألة، خاصة أنه لا آلية رسمية معتمدة ل يعني تثبيت كشوف بهؤلاء الضحايا وهؤلاء الذين تعرضوا لهذه المآسي؟ لا يوجد توثيق. أنا أعتقد أنه الآن عملية التوثيق موجودة وإن كانت ليست بالدرجة الكافية، لكن أنا أدعو بحقيقة الأمر أنه في مثل هذه الأمور أنه الحكومة في محافظة أو الحكومة السلطة الشرعية في محافظة تعز أن تفتح نافذة لمثل هذا الأمر، أن تكون هناك تقارير معينة خاصة من المستشفيات، أن تكون جهات مختصة بالتوثيق لما يخسروا هؤلاء الضحايا إلى غير ذلك، لأننا سنأتي في المستقبل أمام عملية كبيرة إذا كانت ومعقدة العسكري على الأرض وصمت محاكمة جنائية، سيكون هنالك قانون جنائي متعلق وقانون شق متعلق بالجانب المدني. إذا دخل الجميع في عملية انتقالية متعلقة بهذا الأمر، سيكون هنالك أيضا قانون صادر في هذا الأمر لجبر الضرر وغير ذلك، وبالتالي أنا أعتقد أن الأشخاص الذين تم يعني الذين أصيبوا تم علاجهم سيكون هنالك جهة تقديرية من اللجان المشكلة، لكن أيضا التوثيق في مثل هذا الأمر أعتقد سيكون كبيرا، لكن التقديرات اليوم أصبحت تخضع إلى خبراء قانونيين وخبراء صحيين الذين يستطيعون أن يقدروا مثل هذا الأمر، وإن أنا في اعتقادي بأن غبر الضرر لا يجبر المال،
خاصة الذي يبتر يده، الذي يعني يفتقد جزء من حياته اليومية، هذا الأمر جبره مستحيل، وإن أتيت له بذهب الأرض أكمله بلا شك، لكنها تظل حقوق يعني. نعم. مهما كان تقييمنا المعنوي لها. أستاذنا، بقيت أو تفصلنا أيام قليلة عن انعقاد دورة جديدة لمجلس حقوق الإنسان سيناقش فيها وضع حقوق الإنسان في اليمن. كيف تقيمون استعداد الجهات المختصة في الحكومة اليمنية لهذه الدورة من الانعقاد، وبالتالي أيضا تقييمكم لوضع حقوق الإنسان في اليمن الآن في ظل استمرار الحرب وانهيار الهدنة؟ والله لا استطيع ان اقول اليوم، احنا تقريبا باقي 10 ايام على شهر 9، ما لا يوجد اي تواصل من قبل مع الجانب الحكومي. نحن نستعد استعدادا ذاتيا، الجانب الحكومي لا ربما يتحرك في وقت ضيق عندما يحاول يتحرك الى جنيف، لكن اعتقد هم لديهم فريق يعمل على اعداد مجموعه من السفاري. لكن انا اتمنى ان تكون هناك استراتيجية تتعلق هذه المرة بالذات، استراتيجية. نعم. تركز على التقارير النوعية. اليوم العالم يعني أصبح يقرأ تقارير عامة من كل المنظمات، أي منظمة ربما تعلن عن اسمها تصدر تقرير عام إلى غير ذلك. أنا أتمنى أن يكون هنالك تأكيد أو ضغط أو تركيز على تقارير نوعية ونوعية جدا. اليوم العالم يتأثر بالقصة الحقوقية، يتأثر بالقضايا النوعية الخاصة بأطفال، قصص الأطفال، قصص النساء، معاناتهم. أيضا يجب أن تكون هناك استراتيجية جديدة متعلقة اليوم بالتشبيك مع وسائل الإعلام التي تحضر مؤتمر جنيف، مع المنظمات التي تحضر مؤتمر جنيف. وهذا الأمر نحن كفي منظمات سام لدينا استعدادات خاصة، لكن لا أدري كيف سيكون أحد الآن. الحكومة اليمنية لها استراتيجيتها ولها طريقها الخاصة، لكن أتمنى أنها تستعد بمستوى القضية اليمنية. هذا هو الأمر المقلق، أن يعمل كل بمعزل عن الآخر وبمفرده، وتظل الجهود دائما ما دامت موزعة تظل قاصرة للأسف. لو عدنا أيضا إلى مسألة تقييمكم لوضع حقوق الإنسان الآن في ظل استمرار الحرب وانهيار ما يسمى بالهدنة التي لم تحدث قط. أستاذ الكريم، حالة حقوق الإنسان في اليمن كل يوم إلى الأسوأ. نحن الآن في منظمة سان نحاول أن نواكب هذا التقرير. تقريبا أصدرنا اليوم بيان عن حالة حقوق الإنسان من 1 أغسطس إلى 10 أغسطس، ثم أصدرنا بيان آخر عن منطقة الصراري، وناقشنا كل الإدعاءات التي يطرحها الحوثيون ضد. نعم. المقاومة أو إدعاءات المقاومة التي تطرح ضد الحوثيين، وأصدرنا بها بيان مستعجل بإذن الله ستبعه تقرير. ولدينا سنحاول بعد فترة معينة أن نصدر تقارير حالة تبين هذا، ولأنه في حق الآن كل يوم هنالك تدهور مريع ولا نستطيع أن نواكبه، سواء متعلق اليوم تقريبا 4 صحفيين على المستوى الإعلامي فقط، هنالك 4 صحفيين أعتقد. نعم. العبادي في الجوف، ثم مراسل سهيل في نهم، ثم تهديد صحفي 21 قناة عربي 21، ثم استهديد مراسل سهيل أيضا في تعز، هنالك تضييق على الحرية العامة كما حدث للطائفة البهائية، هنالك اغتيالات سياسية تتم تقريبا 3 نشطاء من حزب الإصلاح تم استهدافهم خلال فترة وجيزة، هنالك. نعم. استهداف متعمد المدينة، وهنالك أخطاء ترتكب من قبل قوات التحالف، هنالك أيضا بالإضافة إلى الإعلاميين مراسل أحد مراسلي قناة بلقيس. نعم. الذي يعني اختطف والده أمس. نعم بالضبط، تم اعتقال واختطاف والده علي جعبور. نعم علي جعبور، نعم هو ضمن الحالة التي قيدتها هذا اليوم. هنالك أخطاء أيضا من أجلكم منصفين ترتكب من قوات التحالف تقريبا خلال هذه الفترة، 3 أخطاء، 2 في نهم وأمس بالضبط تقريبا أحدهم في الجوف. نحن نحاول أن نواكب هذه الحالة، لأنه القانون الدولي الإنساني أستاذ الكريم هو يواكب حالة حقوق الإنسان أثناء الحرب، لكن قانون حقوق الإنسان هو يواكب حالة حقوق الإنسان في أثناء في السلم. في السلم، برغم أن الإمكانيات صعبة، نحن نريد نقل هذا الوضع بلغات متعددة، العالم يجب أن يقرأ بلغته ولا يقرأها بلغتنا، لكن نحاول أن نجاري قدر الإمكان. لكن بشكل عام حالة حقوق الإنسان في اليمن وصلت إلى مستوى من الخطورة التي يجب على العالم أن يتداعى إليها.
بشكل سريع. أخيرا لو تطرقنا لمسألة الرصد التي أصبحت كما يبدو مرهقة، الرصد الميداني والتوثيق والمتابعة الآنية لا نقول اليومية لما يحدث، كيف تقيمون هذا الجانب وما هي الصعوبات التي تكتنف العمل فيه؟ والله أنا أعتقد أنه اليوم الراصدين يقومون بجهد جبار جدا، وأعتقد أنه أحيانا يواكبون الحدث لحظة بلحظة. نعم. لكن تكتنف كثير من الصعوبات. أولا الصعوبة الأولى أن نصل إلى مستوى مثالي من التوثيق، وهذا يتطلب جهود كبيرة، سواء جهود فنية متعلقة بالتدريب، متعلقة بالخبرة، وأيضا متعلقة بالإمكانية المادية، التنقلات، الكاميرات، وسائل التواصل إلى غير ذلك، هذه أهم. لكن أنا أعتقد اليوم الرصد الذي يتم في اليمن هو رصد يقوم بالدرجة الأساسية على التطوع الذاتي. نحن لدينا راصدون بين يتم الرصد يعني بجهود ذاتية تطوعية بالدرجة الأولى، وهذه أحيانا تواجه مشاكل، الرافض لديه أسرة، لديه عمل أحيانا، وبالتالي أنا أعتقد وهي جهود مشكورة على كل حال لهؤلاء المتطوعين كبيرة جدا. لولا هذه الجهود ما استطعنا نكشف حالة حقوق الإنسان في اليمن للعالم حقيقة. المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفل يحيى الموزعي تم الرصد، في أمان الله.